هلا يمكن فيني لكم شيء بيعمل اكثر من دكاتره محامي. لا والله فينا بس نقول لكم بلشنا يوتيوب بشهر 9 اشترينا بيت بشهر. مرحبا جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عليكم، ان شاء الله يا رب كلكم صحه وسعاده ومبسوطين. اليوم الفيديو رح بلش فيه على طول من غير مقدمات. من اكثر الاسئله اللي كانت على طول بتوصلني على القناه هي ارباحي من اليوتيوب، كيف افتح قناه، هل فعلا الارقام اللي احنا بنسمعها مظبوطه عن الارباح اللي بياخذها كثير من اليوتيوبرز، هل بنقدر نجيب بيت وسياره ونسافر. بهذا الفيديو رح جاوبكم على الشغلات اللي فيكي تضمني فيها ولو 50% من نجاح قناتك، شغلات رح تسهل عليك الطريق، لانه النجاح باليوتيوب شيء مو سهل ابدا. انك توصل لطموحك وتجيب السيارات والبيوت والامور هاي اكيد بده مجهود. خلينا من البدايه نتفق انه في نقاط راح احكيها او نصائح ممكن تتوافق مع مبادئك، وفي نقاط تانية مستحيل او ممكن نحكي تتعارض مع تفكيرك، مبادئك، مع الهدف اللي انت بتطمح له من قناتك باليوتيوب. وخلينا نبدأ مع بعض بأول وأهم نصيحة رح تختصر عليكم مسافات كتير كبيرة لحتى يصير عندكم قناة كبيرة قوية، في عندكم متابعين كبار كمان، حتى توصلوا لشروط اليوتيوب ببساطة وفيديو واحد، وكمان تحققوا الأرباح اللي انتوا بتتمنوها. أول شيء لازم يكون عندك بصراحة علاقات قوية بالسوشيال ميديا، حتى لو كانت على سبيل مبدأ المصالح بتتصالح. بصراحة رح أحكي لكم إياها بوضوح، إذا كان في عندك صاحب معروف بالسوشيال ميديا، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب، أو إذا فيك تعلن عند حدا كتير قوي بهاي البلاتفورم تبع الناس المشاهير، فأنت كتير رح تختصر على حالك مسافات، وخصوصا إذا كان عندك محتوى لافت. فمن أول فيديو إذا جهزت حالك بأنه في حدا رح يعلن لك، في حدا رح يساعدك، في حدا رح يدعمك، فبتصور أنه رح تحقق الشروط من أول فيديو إذا ما حققت ثلاث أرباحها. الشغلة الثانية، وهي في عندك طريقين للنجاح باليوتيوب. في طريق انه يكون المحتوى عندك هادف ومفيد، بيشتغل على تطوير الذات، بيشتغل على تطور من مهاراتك، تحسن من ادائك، بيشتغل على تحسين علاقاتك الاجتماعية مثل الفلوجات العائلية. هاي الفيديوهات كتير حلوة وإلها متابعين. ممكن يكون نمو هاي القنوات شوي اقل من قنوات تانية رح اخبركم عنها، لكن رح تكبر. الطريق الثاني هيكون اسرع بصراحة، ولكن مش كل الناس فيها تمشي على هذا المبدأ أو على هذا الطريق، لأنه كتير بيتعارض مع شغلات إلها علاقة بالأخلاق، بالدين، بتربيتنا، بعاداتنا، بتقاليدنا، كتير شغلات. يعني في ناس بتفتح قناة بس هدفها تتنمر على البشر، تاخد فيديوهاتها وتعلق عليهم على أشكالهم، على دينهم، على تصرفاتهم. في ناس كمان بتعمل بس فيديوهات بتكون مبنية 100% أو يعني نصها على إيحاءات مش حلوة، على معاني مش حلوة، مواضيع خارجة للحياة. كمان إذا في عندكم فيديوهات بتتعدى على الخصوصية، فيها اختراق للخصوصية، هاي الفيديوهات للأسف صارت بتجيب مشاهدات عالية مع الملل، ما بتعرفوا أو الناس هي هيك حشرية فضولية، لكن هاي القنوات فعليا أنا آسفة بس بتجيب مشاهدات. لما نعمل مقالب لها علاقة بالخيانة، لما نعمل في شغلات حلوه بتنعمل، يعني ممكن انا اعلق على فيديوهات بطريقه حلوه انه اشجعه ادعمه، مش على طول لازم يكون تنمر. في مثلا الفيديوهات اللي بيكون فيها المقالب، بس المقالب اللي تفيد، المقالب اللي اخرها موعظه، المقالب اللي فيها افاده، لكن مو لدرجه تفوت. يعني ما بدي اطول بالموضوع، لكن في شغلات غلط ولازم يكون في لها حدود على اليوتيوب. بالنسبه للامكانيات اللي تخليني افتح قناه، مو بالضروره يكون عندنا كاميرا اخر اصدار ولا يكون عندنا هذا الاستوديو، ما رح يكون مساعد ومخرج ومنتج وكاتب سيناريو، الموضوع مش محتاج كل هاي الامور، ولا يكون في عندكم ادوات اضاءه بافخم ما يكون. لا، كل الناس على اليوتيوب، كل اليوتيوبرز الاجانب والعرب لو لاحظتوا من بداياتهم كانوا بيستخدموا كاميرا الموبايل العاديه، حتى كانوا بيعتمدوا على اضاءه الشمس، يعني اقعد قدام الشباك وصور ببساطه. غير هيك برامج المونتاج اللي وصلنا لها بهذا الزمن قادره تعدل كتير امور، سواء الالوان، الاضاءه، تقرب، تبعد، تركب، في كتير شغلات صارت بتساعد. اما بالنسبه كيف افتح قناه، كيف اتاكد انه هي تجيب لي ارباح والامور هاي، ببساطه نعمل جوجل ونطلع الطرق.
كمان بالنسبة للبرامج اللي بتسألون عليها للمونتاج، البرامج كتير، فيكم تعملوا جوجل انه افضل برنامج مونتاج لليوتيوب، رح يطلع لكم كتير برامج، وكمان كيف تستخدموها ببساطة هلقيت باليوتيوب في كتير شرح لهاي البرامج. تبدأ معكم من الصفر. بدي احكي لكم شغلة من تجربتي، البدايات كلها صعبة، ما بتكون عنا هاي الثقة لحتى نحكي قدام الكاميرا، وكتير بنغلط وكتير منعيد، والمونتاج بياخد أوقات كتير، والتصوير بياخد أوقات كتير، وبنفشل كذا مرة. ولما بنشوف فيديوهاتنا اللي عملناها أول مرة، طريقة التصوير، الزوايا، طريقة الحكي، رح نضحك على حالنا بكل مرة، لأنه أنت باليوتيوب كل شوي عم تتعلم. فبكفي أنه أنت تجربه شوي شوي، تشتغل على شخصيتك لحتى تكون قادر تستوعب التصوير وقصصه المونتاج والأمور هاي. ونروح للنقطة اللي بعدها، وهي هل اليوتيوب حكر على ناس معينة؟ وهل لازم لحتى قناتي تنجح ضروري أكون متفرغة تماما لليوتيوب؟ بدي أحكي لكم ببساطة، في اللي بيكون بيشتغل مثلا محامي، دكتور، أي كان، وجم شغلانته هاي عم يشتغل على اليوتيوب، لأنه بيعتبر أحيانا أنه اليوتيوب هو وسيلة للترفيه، بكون عنده فور فان يعني. وفي ناس بيكون شغلها الأساس ومتفرغة 100%، ممكن تكون طالب وبتشتغل وكمان عندك يوتيوب، هذا الشيء ما بيعيق، ولكن بيعتمد على طاقاتك، قدراتك، التحمل اللي عندك لهيك شيء، صبرك، غير هيك توفيق من رب العالمين، وكمان بيعتمد على موهبتك. ما فينا نحكي انه النجاح 100% على مين اللي بيقدم المحتوى، ممكن تكون ربة بيت جدا عادية ولكن فيديوهاتها هادفة مفيدة لشريحة كبيرة من السيدات، وتكون قناة ناجحة 100%. بس في شغلة صغيرة حابة أضيفها بهاي النقطة من ملاحظتي، وهي إنه الناس اللي بتكون عندها مصدر دخل ثابت، عارفة ومتأكدة إنه رح يجيها كل آخر شهر، ومتفرغين تماماً لليوتيوب، فهدول الناس قادرين يبدعوا أكتر، تركيزهم بالتصوير، بالمواضيع، بالمونتاج هيكون أعلى، فبتصور إنه نصيبهم من النجاح بيكون أكبر. لأنه فعلياً كتير من الناس بتجهل بأنه التصوير على اليوتيوب، بيفكروا أنه ثواني أو يمكن ساعة بالكتير وبعد هيك الفيديو بينزل على اليوتيوب. الموضوع محتاج تصوير، محتاج تجهيز، محتاج موضوع تبدأ فيه. في ناس بتعيد كذا مرة وبتغلط، ما عندها هاي السلاسة بالحكي، رغم يكون عندهم موضوع كتير مفيد وحلو ولكن ما عندهم هذا الأسلوب. بدي أحكي لكم أنه الموضوع جداً مهلك ومحتاج تركيز ومحتاج وقت طويل، يعني ممكن ياخد فيديو 5 دقائق على اليوتيوب، ياخد تصوير يوم كامل مع المونتاج تبعه. ونروح للسؤال الأشهر اللي ما كان يعدي ولا فيديو على اليوتيوب ولا كان تخلى مسج من الانستغرام غير بيكون موجود. هلأ في أرباح من اليوتيوب مثل ما نحن بنسمع؟ هل في ناس فعلا بتجيب سيارات وبيوت وعمارات وبتسافر وهذا الكلام؟ مزبوط. بس هذا الشيء ما بيصير بيوم وليلة، هذا الشيء ما بيصير من أول فيديو تنزله ولا من ثاني فيديو ولا من 10 فيديوهات. الموضوع محتاج جهد كبير وتعب كبير. ناس كتير بعتوا لي فيديو انه اكيد انت عم تربح كتير من اليوتيوب، شوفي فيديو انس واصالة، اصالة شو حكت. هلا انا شفت الفيديو رح اعرض لكم اياه ورح اعقب عليه او رح احكي لكم يعني تعليقي من تجربتي. شوفوا الفيديو ورجعوا لي. هلا انتوا بتنزلوا فيديوهات بشكل مستمر، صح؟ والفيديوهات اولموس بتوصل ملايين مشاهدات، وكثير ناس بيسالوا وعندهم فضول قديش هاي الاشياء عن جد بتدخل لك انكم او دخل. هلا انا اصاله قديش الانكم تبعكم بالسنه ولا بالشهر؟ ناس حالهم من الصفر بحالهم. قصدي كامل فيديو بيعمل ولا بالسنه ولا بالشهر؟ الفيديو اذا الفيديو فيه مليون هتفضحي؟ حاسة حافضح، بس خايفة شو حاسين بعد ما تسكر الكاميرا. والله انا جزء مني مستحي اسأل السؤال، هو شخصي بس ما لا 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 بتحس في عالم اليوتيوب يعني هذا الاشي، لانه كثير ناس بدهم يكونوا يوتيوبرز يعني معلومات عامة شوي. اوكي اوكي اوكي، هلا يمكن في لكم شيء بيعمل اكثر من دكاترة، صح؟ محامي اوه، عملية تجميل دكاترة يعني. انا بنزيد بيعمل اليوتيوب، انا اظن لو فعلا واحد ركز فيه بيعمل اكثر من دكتور ومحامي ومهي مع بعض. لا والله فيديو واحد. لا 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 بالشهر؟ بالشهر فينا. بس نقول لكم بلشنا يوتيوب بشهر 9، اشترينا بيت بشهر شو؟ 4. نو وسيارة بتنجحوا يعني جيت بيت. وهلقيت
حبيته من بعد ما شفته الفيديو اللي بتحكي فيه أصالة وكمان أنس عن المبالغ اللي حصلوها من يوتيوب وكيف قدروا ياخدوا بيت كبير بكندا ويصير عندهم سيارة. هالشي يا جماعة جدا طبيعي مش غريب ولازم يحكوا بكل فخر، لأنه أنا بتابع أنس وأصالة من زمان، يعني من وقت اللي كان أنس عنده قناة لحاله لهلقيت، بس لساته ما عم يشتغل عليها، يعني صار شوي مشغول بالقناة العائلية. أنس وأصالة قناتهم ما كبرت بيوم وليلة، أنس وأصالة مش مبارح طلعوا باليوتيوب. أنس بكل فخر كان بيحكي بفيديو حضرته إنه بلش من الصفر، في ناس كتير حاربته، في ناس كتير ضحكوا عليه، في ناس قللت من قدراته، وإنه كذا مرة حاول يعمل قناة ويسكرها، يعمل برنامج معين ويفشل، وأنا شفتهم. بس بكل مرة أنس عم تكبر فيها قناته عم يعطي أمل وإثبات لكل بني آدم بلش من الصفر إنه أنت قادر تشتغل على حالك وتكبر قناتك ويصير عندك هاي الأرباح. فهاي الأرباح رزقه ورزق مرته ورزق بنته، وكمان زي رد على تعبهم ومجهودهم. كثير من الناس بتفكر اليوتيوب بتصور بينزل والأرباح بتيجي بجيبتي على السريع، وكمان في ناس كثير بتضرب أرقام خيالية من اليوتيوب. بدي أحكي لكم شغلة إضافية، وهي أنس وأصالة يمكن الأرباح اللي حصلوها من اليوتيوب يمكن بسيطة جدا بالنسبة ليوتيوبرز أجانب أو يوتيوبرز عرب عايشين بدول أوروبا وغيره، جابوا أرباح من يوتيوب من فيديوهات سواء هادفة مو هادفة وصلت أرباحهم منهم يشتروا قصور. أنا بشوف إنه مو غلط أبدا الواحد دائما يطور من حاله وإنه يزيد من دخله، إذا هذا الشيء ما بيأثر على غيره والرزق مقسم عند رب العباد فما في داعي نهاجم بعض ولا نحسب لبعض كم بيربح. الموضوع حاد جدا حساس وما تسأل حدا عن ربحه، ولأنه بأوقات أنت لما بتسأل حدا عن ربحه على أساس بدك تشجع حالك، في ناس يمكن عندها نفس القنوات وبنفس القوة بس ما بتجيب هاي الأرباح لأنه بيعتمد على المعلنين وعلى الدولة اللي بتشوف الفيديوهات. من تجربتي باليوتيوب بدي أحكي لكم أنه معظم الدول العربية المشاهدات تبعتها ما بتجيب شيء أبدا، لأنه المعلنين اللي بيحطوا إعلاناتهم على الفيديوهات باليوتيوب هم ناس بيستثمروا إعلاناتهم بدول أوروبا أكثر من الدول العربية. فممكن يكون عندك ملايين المشاهدات من دولة عربية أو من دول عربية ما تجيب لك أرباح تجاه نسبة جدا صغيرة يشوفوا فيديوهاتك من دول أجنبية. فمشان هيك لا تعتمد على نسبة المشاهدات ولا تربط المشاهدات بأرقام خيالية حتى ما يجيك إحباط، ولا تقارن بالشيء اللي بيطلع لك الربح مع ناس تانيين لحتى تعرف تكمل. كمان الشيء الثاني إنه اليوتيوب ما بيعطي أرباح ثابتة، وممكن شهر يكون كتير عالي شهر يكون كتير منخفض. فبدي احكي لكم انه الرزق من الله، بس المهم انتم تشتغلوا على حالكم لحتى توصلوا للي بدكم اياه. النصيحه الاخيره مني ومن غيري ومن انس واصاله كمان شخصيا كانوا بيحكوا لكم بانه لا تستمروا وتبدعوا باليوتيوب، لو توصلوا لهاي المحبه من الناس ضروري اول شيء تشتغلوا على حالكم. الشغله الثانيه يكون في عندكم الودان هاي اللي مسكرة عن تعليقات الناس السلبية، لازم يكون في عندكم دائما رد واحد. أول شيء ما تبرروا للناس تصرفاتكم، والشغلة الثانية إذا أنت متأكد بأنه شيء اللي أنت بتشتغل عليه بيفيد شريحة كبيرة من الناس وأنه ما في شيء يخجل أو شيء معيب، فأنت كمل واستمر، والتعليقات هاي السلبية حطها ورا ظهرك، لأنه إذا بدك تعطي ودان لكل تعليق سلبي فأنت من أول فيديو رح تحبط ورح تسكر القناة. وخذوا بالكم بأنه ضريبة أي نجاح في وشوشة هيك جنبه، في كلام، في شوية مشدات، لكن الشيء الأهم إذا كان في اثنين عم ينتقدوك فأنت عندك آلاف عم يتابعوك وعم يحبوك وعم يدعموك. وخليك عارف إنه الانتقادات شيء جدا طبيعي بعالمنا، كنت عربي كنت أجنبي هذا الشيء جدا طبيعي، ما في شغل ما بيكون عليه شوية انتقادات، سواء انتقادات بناء أو انتقادات سخيفة ملاش علاقة بالمحتوى ولا بأي شيء بالفيديو. يعني أنا بستغرب مثلا لما أفوت على فيديو لقارئ قرآن وألاقي ديسلايك أو ألاقي ناس عم تشتمه، صوتك مو حلو، شكلك مو حلو، فهذا الشيء جدا طبيعي إذا واحد عم يقرأ كلام الله وبيجي هيك تعليقات، فما بالك أنت لما تطرح موضوع عام. والنقطة الأخيرة ونقطة مهمة جدا جدا، وهي بتلاحظوا أنه على اليوتيوب في فترات معينة بتلاقوا أنه في تحديات منتشرة، في فيديو ترند
هاي الشغلات كتير مهمة لحتى يكون عندك فرصة إنه قناتك تكبر وإنه تتشاف من الناس. فمثل مثلا تحدي الإندوم الحار، تحدي اللي هو تطلب حسب السيارة اللي قبلك، هاي الفيديوهات اللي بتكون ترند بتخلي عندك فرصة إنه قناتك تتشاف، إنه الفيديو يجيب مشاهدات. فالشغلات اللي بتلاقيها ترند وإنت قادر تعملها، شغلات بتتطابق مع مبادئك وقادر تعملها أنت، فمش غلط انه تتبع الترند لانه عن جد بتفرق. هذا كان كل شيء بخصوص هذا الموضوع، بتمنى اكون جاوبت على كل اسئلتكم وفهمتكم شوي بهذا العالم. بس برجع وبحكي بانه ما رح يستوعب هذا الشيء او ما رح يصدقوا الناس 100% غير ليفوت هذا العالم. بدي اتمنى النجاح للجميع، واي حد عنده قناه يشتغل ويتعب عليها مره على مره رح تنجح ورح توصل. المهم انت ما تيأس واشتغل على شيء حلو ومميز، بس لا تنسى تضيف شغفك وحبك في فيديوهاتك بالقناه لحتى توصل للناس. خليك مميز ورح توصل للجميع، خليك عفوي ومتواضع، وخلي فيديوهاتك على طول فيها لو شغلة صغيرة توصل للقلب شيء تلمسه. هالقد لازم اتمنى لكم النجاح والسعادة والتوفيق وكل شيء حلو انتم تطمحوا له. وهالقد لازم احكي لكم باي باي، واستنوني بفيديو جديد. باي باي.